حياكم الله أعزائي المشاهدين. بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران صرح أمير سعيد إيرواني المندوب الإيراني في الأمم المتحدة إن إسرائيل اعتدت على أراضينا من الأجواء العراقية، وإيران سترد على العدوان الإسرائيلي في الوقت المناسب. ليأتي الرد من المندوبة الأمريكية ليندا تومس، وقالت إذا قامت إيران بأعمال عدائية إضافية ضد إسرائيل أو أمريكا بالمنطقة فستكون لذلك آثار خطيرة عليها. تهديدات المندوبين هذه جاءت في وقت انتشار بوسترات الوعد الصادق 3 في المدن الإيرانية، وتهديد الحرس الثوري بما وصف إبداعات سينصدم بها الكيان. عراقياً، بغداد قدمت شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجاً على اختراق الكيان الصهيوني لأجواء العراق واستهداف إيران، في وقت نفت السفيرة الأمريكية الحديث عن سيطرة واشنطن على الأجواء العراقية ووصفت العراق بالدولة ذات السيادة المستقلة. محاورنا لهذا اليوم مع ضيوفي الكرام دكتور حسين ريوروان أستاذ العلوم السياسية من جامعة طهران، ودكتور علاء الخطيب رئيس تحرير صحيفة المستقل من لندن، والأستاذ عباس العرداوي باحث في الشأن السياسي من بغداد. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ مع دكتور حسين من طهران. فعلا أكو نية لدى طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي؟ احنا كنا نستمع الى خطاب ايراني انه اذا كان الهجوم الاسرائيلي محدود لا يوجد رد. طيب ما بعد الهجوم الاسرائيلي وصف الهجوم الاسرائيلي بانه محدود، ليش الحديث الان عن رد ايراني على الهجوم الاسرائيلي دكتور حسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء، وشكرا على الاستضافة. يعني أولا، إيران تقول أن الحسابات تمت تصفيتها سابقا، وأن ما حدث قبل عدة أيام هو اعتداء إسرائيلي على إيران. إسرائيل هاجمت السفارة الإيرانية في دمشق، إيران ردت. إسرائيل قامت باغتيال الشهيد الكبير إسماعيل هنية، وإيران ردت. من هنا تصفية الحساب قد تم وانتهى وأغلق الملف. قامت إسرائيل بعدوان، إيران تقول أن هذا عدوان وأنها تحتفظ بحق الرد على هذا العدوان. صحيح أن إيران استطاعت يعني وبنجاح إسقاط أكثر من 90% من الصواريخ الإسرائيلية، واللطيف في الأمر أن جل هذه الصواريخ تم تدميرها في الأجواء العراقية، وهي تعكس قوة يعني قبل أن تدخل أساسا الأجواء الإيرانية تم تدميرها في الأجواء العراقية، وبقايا الصواريخ موجودة في العراق، والعراق يستطيع أن يقول ماذا حدث في هذا الإطار. ولكن اللي وقع صاروخ نفس بالأجواء العراقية، لا، يعني أنا لا أقول الصواريخ الإسرائيلية التي أصابت العراق، لا، الصواريخ التي أسقطتها إيران. طيب يا سيدي، يعني ما بدخل القصة العراقية، بس أريد يعني أنت أكثر من 80 صاروخ انطلاق، تهديد أمريكي هالمرة. يعني هاي المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة حذرت إيران، يعني إذا إيران أضافت اعتداء آخر على إسرائيل أو على القواعد الأمريكية بالمنطقة راح تشوف وجه آخر. كلام ليندا تومس هاي المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة، يعني هذا الكلام هذا الكلام مكرر. يعني أمريكا قبل أن ترد إيران أيضا قالت أنها ستقوم بكذا وكذا وكذا. إيران لا تخاف من التهديدات الأمريكية،
نعم، أمريكا في السابق كانت تبعث حامل الطائرات وتستسلم دول، الآن تبعث حامل الطائرات إلى اليمن فتضرب بالصواريخ. نحن أمام فترة مختلفة تماما، أمام إرادات جديدة مختلفة. من هنا هذه العنتريات الأمريكية التي قالتها المندوبة الأمريكية لا تساوي عند إيران يعني زوج أحذية. من هنا إيران تقول هناك اعتداء، وإيران تسجل أنها تحتفظ بحق الرد على هذا الاعتداء. طيب، متى، كيف سيتم؟ هذا هو في التقدير العسكري سيتم طيب مناقشته. طيب، بس خلي أسأل دكتور علاء الخطيب، فعلا أنه التهديدات الأمريكية الآن لا تساوي زوج أحذية؟ يعني أنا اللي أفتهمه أنه الاقتصاد الإيراني متعب، التومان متعب، يعني إيران لا تمتلك مثلا الترسانة العسكرية اللي ممكن تتواجه بها أمريكا والتقنية ليش إيران دائما تهدد بهاي الطريقة؟ يعني فعلا لديها تقنية عسكرية ممكن تواجه أمريكا وإسرائيل؟ دكتور علاء، في البدء تحدثت لك ضيوف الكرام أنا أتشكر فيه بالتأكيد، يعني الولايات المتحدة دائما عودتنا على مثل هذه التصريحات، خصوصا يعني الدائمة والمندوبة الدائمة المتحدة. ولكن يعني هل السؤال هنا، هل الولايات المتحدة ترغب في أن تزج في حرف منطقة الشرق الأوسط؟ وهل الولايات المتحدة مستعدة أن تفتح في هذه الجبهة؟ وهل إيران ستشارك لوحدها؟ يعني هل إيران اليوم هي تهدد يعني الولايات المتحدة وكأنها هي خصم لإسرائيل وخصم للولايات المتحدة؟ هذه أسئلة كثيرة حقيقة ربما الإجابة عليها تكون بهذه الطريقة. أولا أعتقد أن إيران يعني اليوم تمثل محور ولا تمثل حالة ذاتية، يعني هي محور روسيا والصين وكوريا الشمالية. لذلك يعني عندما يعني شعرت إيران بالخطر على سبيل المثال جاء الروس مع منظومات صواريخ مع خبراء، مع لأنه هذا التحالف استراتيجي بين إيران وبين روسيا، وبالتالي روسيا لن تسمح حقيقة بمثل هذه اللعبة الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك يعني إيران عندما تهدد يعني تقول أن هناك مصالح، وهي تعلم حقيقة الولايات المتحدة تعلم أن هناك مصالح، وهذه المصالح مصالح كبيرة في المنطقة، وبالتالي لا تريد أن تعرض هذه المصالح إلى أي خطر، سواء كانت هذه المصالح في دول الخليج كما يعني ذهب وزير الخارجية الإيراني عراقشي إلى قطر وإلى البحرين وإلى السعودية وإلى كل منطقة. طيب، وإلى مصر، إلى كذلك للأردن. هو كان في جولة مكوكية لدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وقال بالحرف الواحد بأننا لن نتساهل. أنا أعتقد أن إيران أمام يعني تحدي كبير، وهذا حرب وجودية، هي ليست حرب حقيقة تنتصر فيها على إسرائيل أو تنتصر فيها شو على الولايات المتحدة بقدر ما هي تحدي. نعم، ترد أو ما ترد؟ لا 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 لا، المسألة ليست الرد. أولا الرد قالت إيران بشكل واضح جدا أننا نحتفظ بحق الرد، بمعنى أننا نضرب بالوقت المناسب إذا ما رأينا أن هناك مصلحة، وهذا جاء على لسان السيد الخامنئي، قال بشكل واضح جدا بأن عليكم ألا حقيقة تهونوا من حجم الضربة، وعليكم ألا يعني تكبروا هذه القضايا زيان. في الحالتين خطأ، فعلينا أن نستعد، بمعنى أنه الآن اليوم إيران في حالة حرب مع المحور الغربي بشكل عام، وليس مع إسرائيل فقط. طيب، مع المحور الغربي، وبالتالي إيران تريد أن يعني تطرح أوراقها وتقول أنني قادرة. سألتك يا دكتور علاء، سألتك سؤال مباشر وواضح، أنت فرّتني فرّة طويلة يا سيدي، قلت لك عندها إيران تقنية العسكرية ويعني تقدر تواجه بالأمريكان والإسرائيليين؟ لا إيه لو لا يا أخوي، يعني ما أنا جاوبتك، أنا جاوبتك حبيبي قلت لك إيران هي محور، وبالتالي معناه أنه هناك تعاون استراتيجي بين روسيا والصين وإيران. إيران إن لم يكن لديها
مثل هذه الأسلحة فستزود بها من قبل حلفائها بشكل واضح جدا. وهذا يعني لعله حقيقة حتى نيويورك تايمز يعني أصدرت أو نشرت تقرير واضح جدا بأن روسيا قد زودت إيران بمنظومة دفاع، وكذلك نائب قائد السلاح الجو نائب قائد السلاح الجو الروسي. تتخيل القصة بهالشكل هذا؟ تتخيل الروس ممكن يزودون الإيرانيين بهالسرعة هذه على منظومة دفاع جوي بشكل سريع مثلا؟ ليش ما زودوهم قبلها؟ لا لا، أولا هذه ليست بشكل سريع. يعني أولا خل أقول لك شغلة مهمة جدا، أنه نائب قائد السلاح الجو الروسي هو اعترف بذاته، وهذا نشرته حقيقة الصحف الروسية وحتى الارتي، قال بشكل واضح أن روسيا زودت إيران بنظام تشويش على طائرات الأف 35 وقطعت الاتصال بين الطائرات وبين الأقمار الصناعية. روسيا عندها نظام تشويش على 35؟ بلا شك أنه عندها. ليش ما عندها؟ صلوات على يعني محمد وراح يوصل لإيران. حبيبي شنو اللي عرفك أنت سيد عدنان؟ سيد عدنان شنو اللي عرفك أنه ما عندها؟ حضرتك مو خبير عسكري. أنا جاي أسألك. مو أنا دا أقول لك، أنا دا أقول لك زودت تقول عدها وتقول لي صلوات على محمد، يعني أنت تستهزئ السابل بالمعلومة. أنا ما أستهزئ، بس أنا أقول إذا وصل هذا الشيء فصلوات على محمد، ليش مستهزئ؟ لا لا يا سيد عدنان، هذه تقارير، أنا ما دا أقول لك شيء، هذه تقارير. ماكوش تقارير أستاذ. أدز لك إياها. طيب أدز لك إياها خلاص. لا أدز لي إياها. رقمك عندي وراح أقول لك إياها. يعني تصريح نائب قائد السلاح الجو الروسي تصريح واضح، ما يحتاج إلى مو من عندي وموجود ومنشور. شو يقول؟ هو اللي قال إحنا زودنا إيران بنظام تشويش قطعت الاتصال بين الطائرات وبين الأقمار الصناعية. شو اسمه هذا النظام؟ شنو اسمه دكتور علاء؟ حبيبي هو منطق اسمه، أنا ما حافظ الآن اسمه، بس أدز لك إياه. لا تريد أطلع لك إياه؟ لا أطلع لك إياه، ما عندي مشكلة يعني. يلا أوكي، بس خلي أسأل. على حد ما أطلع اسمه، خلي أسأل الأستاذ عباس شو اسمه، عباس العرداوي. سؤالي الأستاذ عباس، يعني لحد الآن النجباء يتحدثون أنه قرار الحرب والسلم في دولة محتلة بيد المقاومة، وهذا سؤالي أريد أفتهمها بشكل صحيح. شنو يعني دولة محتلة مثل العراق يصير قرار الحرب والسلم بيد المقاومة؟ يقولون إذا أكو دولة محتلة، إحنا دولة محتلة مثلا العراق وفلسطين ولبنان، فقرار الحرب والسلم لازم يصير بيد المقاومة، يعني خلاص لا حكومة ولا غيرها. هاي شو جديدة هاي؟ ما سامعها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عدنان شكرا لك، تحية لضيوفك الكرام. طبعا أنت ما تدري بال 2003 ومشاركة القوى المقاومة، فما تدري أنه قرار الاحتلال وقرار المقاومة قرار مكافحة الاحتلال بيد المقاومة، ما تدري بها هاي القضية، فأكيد جديدة عليك. أنا كنت ويل أمريكان بال 2003 سيدي، فلذلك ما كنت أعرف بها. لا كنت ويل أمريكان وابن السفارة وما له علاقة، هاي جديدة. ما لأنه البلد المحتل المقاومة هي اللي تتولى شؤونه، وهي أفهمني يا هسا تتغير سأل. طيب هسا تغير سأل السؤال، تطينا مجال له الحق لك فيه. تفضل. نعم تفضل. أولا الكل يعرف أنه إذا كان قرار مقاومة فقرار المقاومة هو قرار شرعي، وبالتالي المقاومة الإسلامية شرعيا تأخذ قرارها من مرجعيتها، سواء كانت مقاومة سنية مقاومة شيعية، وهذا على مر التاريخ ليس بالجديد. المساحة الشرعية هي اللي تنطيها حق المقاومة، وأكو حق إنساني كبير اللي هو حق بالفطرة، حق مقاومة أي محتل. أما بالدستور والقانون العراقي فالموضوع يخضع إلى تصويت البرلمان العراقي في حال إعلان حرب أو التخويل بالحكومة بإعلان الحرب. الجدل اللي حصل هو بعد تبني الحكومة لقرار أو حديث جانبي، يعني يراد منه يعني على الأقل تقدير هيك ممكن يكون من باب يعني من باب الغزل ليس إلا، ولا من باب التطبيق، ولا الدليل أنه لا يستطيعون تطبيقه على الأرض، هو أنه اليوم القرار لا يحصر بيد الحكومة. لا، ما يحصر بيد الحكومة، والدليل على هذا هو قرار مثلا مكافحة داعش وعصاباته الإرهابية
حينما اجتاح الأراضي العراقية ورا لاحقا كانت هناك فتوى من المرجعية ورا لاحقا ورا سنتين تقريبا يلا صار عندنا قانون رسمي وسمي بتحت مرسومة الحشد الشعبي. وقبل 2003 كان موضوع الاحتلال الأمريكي أيضا فتوى السيد السيستاني كانوا يقولون فتوى السيد السيستاني كانت واضحة بالاشتراك في المنظومات الدفاعية الوطنية يعني الجماعة راحوا سووا حشد شعبي. هذا بعد تفسيرك هذا موضوع جدلي هذا تفسيرك عدنان ما عندنا مشكلة به هذا تفسيرك والدليل إنه المرجعية أفواجها ومتطوعيها هم في الحشد الشعبي والعراق محتل وزارة الدفاع. العراق محتل النجباء يقولون العراق محتل لذلك قرار الحرب والسلم بيد النجباء وكتائب حزب الله. احنا شنو يعني الحكومه شنو اي محتل في رؤيه المقاومه العراق محتل لانه لا زال لا يستطيع ان يحرر الدولار وعملته المحليه وانه لا يستطيع ان يحمي اجواءه وان اجواءه ليست بيديه وان الولايات المتحده الامريكيه قد ادعنت للمطالب طيب. الاسرائيليه ونتنياهو وسمحت لطائراته بالوصول طيب. وبل اكثر من ذلك بايدن صرح هاي هاي الاتفاقيات استراتيجيه وهاي كل يوم رايحين البرلمان ايفاد وشو اسمه قوانين والبرلمان والجيش هذول كلهم تحت الاحتلال للاسف طلعت فاشوشيه هاي اي للاسف هاي طلعت فاشوشيه والدليل ان الحكومه غير قادره على منع الامريكي من ان يسمح للطائرات الاسرائيليه بالمرور لقصف الجمهوريه او استخدام اراضيه لاي اعتداء وانه غير قادر على حمايه الاجواء وانه يمنع القوات العراقيه او يمنع العراقيين من منع وغلق الاجواء امام الطيران الاسرائيلي وانه لا يستطيع ان يسمح للحكومه العراقيه بالتجهز بمنظومات دفاعيه او تجهيز بمنظومات ردع لهذا العدوان وبالتالي محتل. هذه رؤيه المقاومه واضحه جدا بهذه المعطيات فضلا عن قرارات اخرى متعلقه بالسيطره على القواعد العسكريه من عدمها الجديه بالتفاوض مع الحكومه في موضوع الاطار الاستراتيجي وغيره. انا ما يهمني اليوم ان تتوقع لي عشرات الاتفاقيات يهمني على الارض حينما كان هنالك اعتداء انت صفرت وطبقت على صفحه وبديت يعني تساعد القوات الاسرائيليه بل اكثر من ذلك ارجو عدم شيطنتي يعني استاذ عباس دكتور علاء ارجو انه اختلاف يعني لا 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 من باب الملاطفه استاذ عباس يعني ما اعرف هسه انا طلعت مخالف انت وماني يعني ارجو انه خلي نعيد شويه قياسات الحوار انت مو ما تدري بالاحتلال شلون يصير وما تدري يعني بالشرعيه شلون يصير ثلاثتكم رايكم وعدنان راح يتشيطن وكذا انت تقول بلد فاشوشي واستاذ علاء يقول الشيطان من قاعد ما يحتاج كذا وانا جاي اعارض وكذا بس خلينا نحافظ على مستوى معين من الحوار بدون ما شيطنه الاخر بس خلي ارجع للاستاذ حسين يعني اسئله يعني فعلا مثلا الايرانيين الان لديهم منظومة دفاع جوي من روسيا اللي تحدث عنها استاذ دكتور علاء فعلا إيران ممكن أنه تتحدى إسرائيل ممكن تحافظ على سيادة العراق كل هاي الأشياء ممكن إيران تأخذها بنظر الاعتبار دكتور حسين جيبونا رابع ويا أولا يعني إسرائيل مكشوفة أمام إيران والصواريخ الإيرانية رأيناها جميعا من خلال الصور المختلفة كيف كانت الصواريخ الفارت الصوتية تسقط وإسرائيل لا حول لها ولا قوة أمام هذا الموضوع زين. أكثر من 90% من هذه الصواريخ هي سقطت يعني أمريكا ادعت أنها أسقطت 9 وإسرائيل ادعت أنها أسقطت 10 من مجموع 281 صاروخ أصاب أهدافه بدقة وهذا رقم قياسي وكبير البعض أولا يقول أنه الآن أمريكا أرسلت منظومة ثاد نعم أمريكا أرسلت منظومة ثاد ولكن منظومة ثاد لا تستطيع أن تغير هذا الواقع لماذا؟ لأن الآن تعمل بحث بالإنترنت واضح أن صواريخ ثاد هي تسير بسرعة 8 أضعاف سرعة الصوت الصواريخ الإيرانية تعمل ب14 ضعف سرعة الصوت من هنا هذا الصاروخ لا يستطيع أن
يجاري هذا الصاروخ ويقوم بتدميره. فإذن أنه إسرائيل مكشوفة أمام إيران. في المقابل ما قام به الكيان الصهيوني، أولا يعني حسب التصريحات الرسمية منظومة باور الإيرانية استطاعت أن تسقط ثلثي الصواريخ التي أسقطت. يعني منظومة باور الإيرانية كانت لها كفاءة أكبر بكثير من الصواريخ الروسية حتى، وهذا في تصوري يسجل نجاح كبير لإيران في التصنيع العسكري، رغم وجود المنظومتين إلى جانب بعضهما البعض في الكثير من المواقع. اثنين، لم يستطع الطيران الإسرائيلي إصابة أي رادار من منظومات باور، ولكنه أصاب 3 رادارات من S-300 الروسية في إيلام وفي دسفول وفي مهشهر. وإيران تتعامل بشفافية في هذا الإطار، وهذا يعكس أولا هل إيران تستطيع أن ترد هكذا عدوان؟ نعم تستطيع، تمتلك القدرة. إيران لا زالت لم تستعمل كل أسلحتها، إيران تمتلك صواريخ كهرومغناطيسية غير موجودة في العالم إلا في الصين، وإيران هي يعني الدولتين الوحيدتين اللتان تصنعان هذا النوع من الصواريخ، هو واحد منهم إيران. كذلك صواريخ الفض الصوتية التي استعملت الآن، صواريخ فتاح 14 ضعف سرعة الصوت، هناك صواريخ أسرع من فتاح لم تستعملها إيران لحد الآن. من هنا إيران ليست بلد كرتوني تستطيع أمريكا أن تهدد وأن تقول كذا وكذا. طيب، إيران منذ انتصار الثورة ولحد الآن هي تحت التهديد الأمريكي، ولكن لم تستسلم ولن تستسلم، وتحترم استقلالها، تحترم نفسها، وتمتلك السلاح الذي تستطيع من خلاله يعني ردع العدو. لبنان وحزب الله سيستسلم، غزة استسلمت، يعني غزة أبيدت، لبنان الآن هذا تصورك أنت يا سيدي، بس أنا اسمح لي أرجوك. أقول عكس ذلك، أرجوك يعني الآن حزب الله والحكومة اللبنانية يبحثون تنفيذ القرار 1701، وإيران مع ذلك، إيران يقولون نعم لتنفيذ وقف النار 1701، و1701 شي يقول إيقاف النار وانسحاب حزب الله وتجريد حزب الله من السلاح، هذا القرار صح لو لا؟ غزة أبيدت تماما يا سيدي، قيادات حماس تم اغتيالها تماما، وانت لا. الآن جاي تستعرض لي بتقنيات الصواريخ اللي تمتلكها إيران وقدرتها على هزيمة إسرائيل، واليوم هذا جالانت طلع بتحدي سافر يهدد الشيخ نعيم قاسم يقول خلي عد الوقت راح نختاله، بما أنه اختاروه أمين عام لحزب الله. المنظامين هاي الصواريخ إيران المنظاميها تسمح لي أجاوب؟ طبعاً طبعاً تفضل. شوف، أولاً فيما يخص حزب الله، لا أحد ينكر أن حزب الله أصيب بصدمات، موضوع البيجر، موضوع اللاسلكي واغتيال الأمين العام وقيادات الصف الأول، هذا صحيح، وهي نجاحات تكتيكية للعدو. أي تنظيم في العالم واجه هذا الموضوع كان انهار، ولكن حزب الله الآن يحارب في الجنوب جيش كامل ولا يستطيع هذا الجيش أن يتقدم. تصور إسرائيل خصصت 3 فرق لم تستطع، أضافت فرقة رابعة لم تستطع، أضافت فرقة خامسة لم تستطع، الآن أضافت 4 ألوية مدعمة، يعني ما يقارب 65,000 شخص عسكري الآن يحارب للتقدم باتجاه لبنان ولا يستطيع. هذا هل يمكن أن نعتبره انهيار لحزب الله؟ إطلاق الصواريخ على حيفا، على تل أبيب، على صفد، على بيت نتنياهو، على يعني على إنه القواعد العسكرية، هل هذا يعكس؟ نعم
حزب الله أصيب بنكسات ولكن لم ينهار. طيب. لا زال مستمرا بالقتال. طيب. ولا زال يهدد إسرائيل. طيب. موضوع القرار 1701، القرار 1701 ليس استسلاما، وقف إطلاق نار. موضوع نزع سلاح حزب الله غير مطروح، لو كان مطروحا في هذا القرار لنفذ من 2006 لحد الآن. هذا القرار ليس وليد اليوم، لا هو وليد 2006. نزع سلاح حزب الله موجود في القرار، هذه الأمور التي تطرح، لكن حزب الله لم يلتزم به يا سيدي. بس خلي أسأل الدكتور على الخطيب. لا غير موجود. لا يا خلي يا واش أرجع لك. لا 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 لا, لا, لا. ذاك القرار 1559 والآن الحكومة اللبنانية وحزب الله يبحثون بهذين القرارين ويقولون إحنا مستعدين على تنفيذهم، وإسرائيل يقولون لا إحنا نريد بلس، إحنا نريد بعد نسوي أشياء أخرى وأشد من عدها. دكتور علاء الخطيب، يعني سؤالي إلى حضرتك، فعلا إيران تمتلك هاي التقنية؟ أنت تحدثت لي وقلت لي قبل شوية، والدكتور حسين الآن يتحدث يقول إحنا نمتلك أكثر من ما وصفت أنت أو تم شرحها. يعني في البدء خليني أوضح لك قضية مهمة يا أستاذ. أولاً إحنا في الحوار لا نريد أن ننتصر على بعضنا البعض، إحنا نريد نوصل فكرة. إحنا لا نريد أن ننتصر على بعضنا وأنت تنتصر علي وأنا انتصر عليك أبداً، ولا أكو شيطانة أكو إلى آخره. أنت لك مقامك وأنت مقام وكذلك الأخوة الآخرين. فلذلك يعني إحنا الآن نتحاور فقط، مجرد حوار، نطرح أفكارنا. ممكن أن تتقبل هاي الفكرة، ممكن الناس تقبلوها، ممكن ما يقبلوها، هذا واحد. الأمر الآخر، أنت قلت لي وين التصريح؟ هذا التصريح يا سيدي، هذا أناتولي كونافالوف، هذا وياه إذا تشوفه. أي أشوفه. أين هذا؟ نائب قائد سلاح الجو الروسي. وهذا يقول كذا كالآتي، شوف يقول: كثافة النيران الإيرانية المضادة للطائرات وأنظمة التشويش الروسية حرمت الطائرات المقاتلات الإسرائيلية F-15 أن تعتمد على صواريخ موجهة مرتبطة إلكترونياً بالأقمار الصناعية الأمريكية. طيب إذا عندهم هيش تقنية، ليش ما يستخدموها للحفاظ على حزب الله مثلاً؟ لا شوف، يعني مو قضية هو إحنا من أولاً شوف الـ يعني حقيقة ساحة لبنان ساحة مفتوحة مثل ساحة العراق، وبالتالي يعني اليوم بالعراق طحط حصل جواسيس كل شوية موجودين يوقفون بالطوابير، وكو علنيين وكو بالخفاء. بالتالي اليوم احنا انت اكو عندك حرب، والحرب فيها جولات. يعني لا حزب الله حسن انتصر خلاص انتهى وانكسر، ولا لانه بالمناسبة لولا طوابير الجواسيس لاستطاعت اسرائيل على الاقل تحرر اسراها الموجودين عند حماس. إذا عدها هاي التقنية وتعرف ذولا كلهم وتضرب هاي الطائرات، ما تروح الحماس وتطلع ذولا المية وتنتهي الأمور. إذن ليش لحد الآن حرب استنزاف صار لنا سنة وشهر؟ مو أكو قضايا عرفت يعني واضحة. أنت تقول لي أكو سلاح بإيران، طبعا أكو سلاح لا شك. بعدين خليني أنا أقرأ الواقع، خليني أشوف الواقع مهمة. يا دكتور علاء، أنا أشوف الواقع الآن الإسرائيليين يستبيحون لبنان، كل يوم عندهم تفجيرات، كل يوم عندهم اغتيالات في غزة. نعم. يرفضون الإسرائيليين يرفضون. من اللي قال لك إنه لبنان ساكت؟ من اللي قال لك إن حزب الله ساكت؟ هو ده يضرب المدن وحذر مناطق الجليل وحيفا إنه اخلوا هذه المناطق راح نضربها، ده يهدد. وأكو اليوم كانوا بحدود، قالوا لحد هذه اللحظة أحصى الجيش الإسرائيلي بحدود 200 جريح من لبنان، وبالتالي هذه معركة موجودة الآن. بعدين أنت خليك على التصريحات الإعلامية، الإيرانيين يصرحون عندنا سلاح وقالنت يقول إحنا راح ندمر، هذا كلام البروباغاندا الإعلامية للاستهلاك. ما يحدث حقيقة على طاولة المفاوضات مختلفة. طيب شنو خارج البروباغاندا؟ شنو بالله احكي لنا إياها. أنا أقول لك شنو خارج البروباغاندا، أنا أقول لك شنو. شوف يعني أولاً حسابات الدول تختلف عن حسابات التصريحات الإعلامية. أولاً عندنا اليوم الأمن الطاقة في المنطقة. الأمر الآخر، الولايات المتحدة لا تريد أن تنجر لمثل هذه الحرب في المنطقة. الأمر الثالث أن دول المنطقة برمتها رافضة لمثل هذه الحرب.
وشفنا احنا بيانات الادانه من قبل دول الخليج والدول العربيه وكل دول العالم للهجوم الاسرائيلي على ايران، وهذا يدلل على انه هناك رفض. طيب. وبالتالي اكو حسابات اخرى، هناك حسابات اقليميه، حسابات دوليه، حسابات اقتصاديه، حسابات يعني ليس فقط الحسابات العسكريه هي التي تحسم المعركه. ثم جالانت يا سيدي في احتفال بمناسبه مرور يعني سنه على طوفان الاقصى قال بشكل واضح سنقدم تنازلات قاسيه، ثم بعدين اردب بذلك بانه الوضع ليس كما يتصور الاسرائيليون، الوضع صعب. يعني احنا عفنا كل هذه التصريحات ورحنا الى جالانت وتهديداته. بالتاكيد انا اقول لك اسرائيل لديها حقيقه مخزون كبير من السلاح متفوقه جويا، لكنها في الحقيقه الدول الاخرى هي ليست يعني حقيقه غنم حتى يسوقوها الامريكان والاسرائيليين كما يريدون. لا، يقول لك احنا ان اما ما اسال السؤال مهم انت ودعني اوضحه. نعم انا مع ما صرح به السيد السوداني بان قرار الحرب والسلم هي الدوله. لا هذا الموضوع اللي اريد اساله الاستاذ عباس، يعني خليني بس اكمل ثم ارجع لك يا دكتور علاء لان طولت واستاذ عباس ينتظر. لا ارجوك لا بس يعني دقيقه واحده، دقيقه ما نص دقيقه. نعم شوف فهم. عندما قال السوداني ان اي فصيل او اي جهه تتحرك بخلاف يعني توجهات الدوله هي تواجه الدوله، هذا يكفي هذا انه هناك راي للدوله العراقيه، لكن هذا لا يمنع ان هناك راي للمقاومه. طيب. بالتأكيد يقول لك احنا عندنا رأي، لكن الرأي الأخير اعتقد هو للدولة العراقية. طيب هذا السؤال للأستاذ عباس، يعني كان السيد السوداني هالمرة كلش واضح وصريح انه قرار الحرب والسلم تقرر الدولة، واحنا راح نكون بمواجهة اي قوة خارج الدستور والقانون. يعني هاي قوة المقاومة اللي هي تتذرع بالمقاومة والمذهب والدين، خلاص اكو دولة هي اللي تحدد، مو أنت اللي تحدد، لا النجباء ولا كتائب حزب الله ولا كتائب سيد الشهداء. إش قد ممكن يقاطعون وإش قد أكو جدية لدى حكومة السيد السوداني في مواجهتهم مثلا؟ أولا أستاذ عدنان أنت تقول على الشيطنة وعلى التوجهات، وبالتالي أنت هسه أنا كأنما اللي جاي يحاورني أفي خاي أدرعي مو عدنان طائل اللي هو مسلم وعراقي واكيد يقف مع القضيه الفلسطينيه، ولا لحد الان نصف البرنامج انتهى ولا جبت راي واحد او سؤال واحد حول حجم الانجازات اللي جاي يقدمها حزب الله، او حجم الخسائر اللي جاي تتلقاها اسرائيل، او حجم التدخل الامريكي وضرره. هن منبوع من هذه الزاويه، ليش منبوع على الاعتداء الامريكي على الكرامه العراقيه والسياده العراقيه؟ ليش منبوع على حجم الانتصارات اللي جاي يقدمها؟ فبالتالي انت جاي تضع نفسك في منصة في منصة الشيطان وما تريد واحد يحكي وياك. إذا هذا السؤال ترجع تكرره مرة ثانية وثالثة ورابعة ما راح توصل إلى نتيجة. ما توصل إلى نتيجة. الحكومة عباس الحكومة عندها وجهة نظرها وعملها، أنا جايبك ضيف وجهة نظرها وعملها. جايبك ضيف وجايب ضيف من إيران المقاطعة الأمريكية يا واش. لا لا مو سألتني هسه خليك تقاطعني. لا ما أرجوك هذا الكلام ما يوجه إلي. العدان ليش جايبكم ونتحدث بكل أريحية هذه وكل ود وكل احترام يعني؟ لا يا أريحية، أنت متوجه بخطاب واحد، أنت متوجه بخطاب واحد. شنو الخطاب اللي متوجه؟ المهنية والحرفية، فعلى الأقل تقدير تبحث عن في ثلاث ساحات. أنت تسأل الإيراني عن ما هو إمكانيته. وأنتم متفقين يا سيدي، أنا أخالف أنا هذا أسلوبي بالحوار يا أستاذ عباس. أنا دائما أخالف الضيف اللي وياي، يعني هذا أسلوبي مو جديد علي. اسمع أستاذ علاء. لا لا اقول هو هذا صحيح، انت لازم تخالفنا بالراي حتى ممكن انه تستفز. يعني ما داخلنا حتى وجهه نظرك هاي. اسمح اخذت وقتك استاذ علاء، هاي وجهه نظرك، هاي وجهه نظرك. اسمح لي احاور المقدم استاذ عباس العرداوي، ارجوك اسمعني. اني اخالف الضيف اللي وياي، هاي طبيعتي يعني، بس مو معنى انه انا اتبنى رايي، فاهمين؟ ان شاء الله خلقك. هاي قضية مصيرية، قضية أمة أستاذ عدنان، هاي قضية كرامة، قضية أمة. أنت سألت هذا السؤال، أنا سأرجع لك على جواب.
بهذا المستوى الآن من رفض الوجود الأمريكي أو رفض تداعيات المسألة يا واش أبداً ما يصير صراع بين الحكومة والمقاومة يا واش ليش توترني أبداً ما يصير ليش لأن الحكومة اسمعني الحكومة من الإطار اسمعني أنا بال 2003 مقدم برامج أنت وين كنت تلعب تجي تواقع احنا بالجو تجي تشيطن بهالطريقة هذه وأنا مستضيفك عدنان ارجع لإعداد ارجع لإعداد الكلمات والبرنامج الجاي أي إعداد يا سيدي كنت تلعب وما ألعب أي إعداد يا حبيبي يا أنت جاي تسأل وأنا جاي أنا جاي أحكي وياك بكل الإجابة بكل مهنية أنت ما جاي تعطيني حق جاي الإجابة جاي أقول لك أنطيك وقتك ومستضيفك ومستضيف ضيف من طهران وبهذا البرنامج دائما أكو ضيف من طهران وأكو ضيف من بغداد وأكو ضيف من بيروت ايش ده تحكي انت يعني هسه انا لازم اسكت والله لازم تعتذر من عندي اسمع جواب اسمع لازم أسمع تعتذر من عندي حتى تبقى بالبرنامج شلون تعتذر من عندي حتى تبقى بالبرنامج وانت لازم تعتذر من امه كامله قوم امه كامله تعتذر من تفضل استاذ ارجوك غادر البرنامج تفضل خلي غادر قدامي اطلع قدامي لان ما احترمتني انا محترمك وانت ما احترمتني خلي اروح للاستاذ حسين دكتور حسين ارجع اليك على حضرتك يعني اذا مثلا نفذت اسرائيل وامريكا تهديداتها بالاعتداء على ايران اذا ايران فكرت بالرد على اسرائيل هاي ما راح تكون حرب شاملة وتخرج القياسات اللي إيران تفكر بيها بالابتعاد عن الحرب الشاملة دكتور حسين لا شوف التهديد شيء والتنفيذ شيء آخر يعني التهديد نعم موجود ولكن هل أمريكا تستطيع أن تنفذ على أرض الواقع؟ دعني يعني أرجع كم سنة إلى الوراء في فترة السيد ترامب يعني إيران أسقطت طائرة الجلوبال هاج الأمريكية وهي الطائرة المسيرة الأغلى في العالم يعني 260 مليون دولار وتحمل من التجهيزات الإلكترونية والتجسسية يعني الكثير ترامب هدد إيران بأن يوم غد سيضرب 52 هدفاً في داخل إيران كل الصواريخ الإيرانية استعدت لضرب كل القواعد الأمريكية في المنطقة وأعلنت إيران هذا القرار لأمريكا ويوم الثاني تنازل ترامب عن تهديده وتراجع عن هذا الموضوع وقال ما دام أن ليس هناك أمريكي قد قتل إلى آخره فالموضوع تلملم شوف إيران يعني ليست دولة أنه يمكن أن تتراجع أمام التهديد هذا التهديد قائم أمريكا في الثمانينات هاجمت في بداية الثمانينات إيران في طبس وأرادت قلب النظام ولكن لم تستطع من هنا شوف إيران لا تخاف هذه التهديدات وهي متعودة على هذا الموضوع وتمتلك الإرادة هي والسلاح تهديدات للمواجهة. فقط لإيران دكتور صحيح إيران ليست تهديدات للمنطقة تهديدات أيضا للمنطقة للعراق أيضا تهديد شوف يعني نحن أمامنا خيارين أمام هذه التهديدات إما أن نستسلم وإما أن نتحدى إيران تريد التحدي أنا لا أدري في الموضوع العراقي العراق هو يتخذ القرار لست مخولا أن أتكلم باسم العراق ولكن أقول أن إيران ترفض هكذا عنتريات ترفض هكذا تهديدات وتتعامل على أساس الأمن القومي وليس على أساس ما تقوله أمريكا أمريكا الآن في البحر الأحمر أمام أنصار الله فقدوا قوة الردع ماذا تعني؟
أن أي طرف أمريكا تستطيع أن تسكته. الآن سنة كاملة في البحر الأحمر والأساطيل الأمريكية تأتي وتذهب ولا تستطيع أن توقف ضرب البواخر التي تتجه إلى الكيان الصهيوني. نحن أمام عصر جديد، نحن طيب. أمام ظرف جديد، نحن أمام شعوب تمتلك الإرادة في التحدي بأمريكا وإسرائيل. أنا عندي شيء أسئلة للدكتور علاء، إيش قد ممكن محور المقاومة في العراق أو في لبنان أو حتى في اليمن يستند على السند الإيراني؟ يعني تجربة لبنان وتجربة حماس موجودة، إيش قد ممكن الفصائل العراقية يستندون على إيران أو الحوثيين في اليمن يستندون عليهم؟ ما جاي نشوف إحنا اللي حصل مع حماس واللي حصل مع حزب الله. دكتور علاء تفضل. يعني أستاذ عدنان، الحقيقة الساحة مختلفة تماما. أولا لبنان وغزة ساحة مواجهة، يعني هاي الدول يعني حقيقة مناطق تصدي للجيش الإسرائيلي وللكيان الصهيوني بالتأكيد. أما اليمن هي فبعيدة وكذلك العراق. لكن أنا أرجع مرة ثانية للحسابات الأخرى. شوف، هو خلنا نرجع، إحنا عندنا مشكلة، خلينا نعالج المشكلة بطريقة يعني مثل ما نقول طريقة واقعية. إحنا اليوم عندنا إسرائيل تهدد بدعم أمريكي وغربي. طيب، هل إذا استسلمنا، هذا سؤال مهم جدا، إذا الآن سكتنا واستسلمنا هل راح نسلم؟ يعني هل يتراجع نتنياهو عن أن يضع السيد السيستاني في قائمة المطلوبين؟ هل يعتذر الكيان عن ما فعله في المفاعل الأول؟ على فكرة أمريكا وإسرائيل تراجعوا عن هيك قصة، يعني هم يعرفون مكانة السيد السيستاني. لذلك أكو تقارير أنه اعترفوا بخطأهم وعرفوا مكانة الرجل وتراجعوا. ممتاز. بس هو صدر من القناة 14 وهي قناة إسرائيلية رسمية، قناة صفراء صدرت. لا قناة صفراء، ماشي وياك، أنا قناة صفراء، خليها صفراء حمراء مو مشكلة. هذه زين، شنو رأيك أنه نتنياهو هو اللي حط في مر النيران عندما كرر على أنه الشيعة 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 4 مرات في الأمم المتحدة؟ هاي مو قناة صفراء، هاي ما لها علاقة بالأصفر والأحمر. هذا هو الرجل قالها، وبعدين رفعنا خارجيا وحط العراق في دائرة محور النقمة وحط مقابلة محور الرحمة. هذه من لسانه هو دي صحت. ثم خليني أرجع لك إلى قضية مهمة جدا، يعني خلينا نقرأ التاريخ بشكل صح ونقرأ حقيقة الأدبيات الإسرائيلية حتى نقف على 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 يعني المخطط الإسرائيلي هذه المنطقة. هي المصلة، يعني اليوم لو حزب الله ما موجود، طيب. هو ما كانت إيران في حرب 67 وحرب 48 موت حرب 73، لم تكن إيران ولم يكن حزب الله ولم تكن من هذه القوى موجودة أصلا، لا حماس ولا غير حماس. ولكن أيضا هناك احتلالات لأراضي عربية واعتداءات وقتل وتدمير وبناء مستوطنات، هذا كله كان موجود. طيب، فبالتالي اليوم خلنا نرجع شوية إلى الأدبيات الإسرائيلية سعدنا. يعني سنة 92 بعد مؤتمر أوسلو صدر كتاب لشمعون بيريس اسمه الشرق الأوسط الجديد. أتمنى حقيقة على الباحثين أن يقرون هذا الكتاب. وماذا يقول في منطقة الشرق الأوسط وماذا يتحدث عن الدول العربية والعراق بالذات؟ ثم نرجع إلى كتاب صدر لنتنياهو، مكان بين الأمم، زين، مكان الماء بين الأمم. هذا الكلام احنا ما اليوم نجي نحمل كل القضايا ونقول يابا خلص انتهينا لأنه حزب الله قام بضرب صواريخ وذول هجموا عليه أو حماس قامت بعملية طوفان من الأقصى وصارت هذه المشكلة. هذه حقيقة اجتزاء للموقف، اجتزاء حقيقة للمشهد كامل. يعني احنا اليوم يجب أن نعترف هناك احتلال. طيب بس أنا انت بس افهم سؤالي، يعني الإيرانيين يتحدثون عن تقنية عالية، الحرس الثوري يتحدث مثلا عن عندنا مبادرات وعندنا تحركات راح ينصدمون بها الصهاينة وعندنا إبداعات جديدة راح تعرضهم لهزائم كبيرة. يا سيدي أنا جاي أشوف هاي التقنيات اللي عند الإيرانيين
واللي جاي يتحدثون بيها ويصرحون بيها، وجاي أشوف بنفس الوقت أنه اللي يحصل في غزة واللي يحصل في لبنان. طيب ما هو محور واحد يا سيدي، شلون بالله نشق هدومنا؟ طيب غير محور واحد، طيب ليش ما تعطيني اعطيني ساعدني مو انا جاي هاي الاسرائيليين. انت محتفظ هذا الابداع اللي عندك ليش؟ هذا سؤالي يا دكتور علاء. يعني ما يخالف استاذ عدنان، انت ليش تريد يعني من ايران ان تتهور بطريقه ان تجر المنطقه الى حرب شامله؟ لعد ليش طبينا بيها يعني يا اخي، ليش طبينا بالموضوع؟ ما طبينا احنا يا سيدي، شنو طبينا؟ لا الاحتلال من ست صار له 76 سنه، شنو طبينا؟ هذا كلام شلون يعني طبينا؟ احنا شنو طبينا؟ يا سيدي يعني يا سيدي ايران حبيب. تقول احنا ماشي رمح في محور المقاومه، راح اجيك يا عيوني محور المقاومه داخل يعني معركه يا سيدي داخل معركه. انا ليش اغيب عقلي؟ ما معقول اغيب عقلي. يعني سنه 82 عندما اجتاحت القوات الاسرائيليه بيروت وعمليه المارينز، لم يكن هناك حزب الله يا جماعة، والله ما له علاقة بهالقضية هذه. طيب كانت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار أممي خرجت إلى تونس. طيب واجتاحت القوات الإسرائيلية بيروت. هذا تاريخ، هذا ما له علاقة باليوم وبكرة. طيب خلي أسأل شيء للدكتور حسين، يعني وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقشي يقول ردنا على العدو الصهيوني سيكون حكيما وفي الزمان والمكان المناسبين. ما جاي أفتهم شنو يعني حكيما؟ يعني ممكن باكر مثلا الايرانيين يضربون اربيل، ممكن يضربون مثلا بغداد ويقولون هاي حكمه، يعني احنا ردينا على القواعد والاجواء اللي تم استغلالها من قبل الاسرائيل والامريكان، ايضا حكمه. يعني ممكن هذا الشيء يحصل دكتور حسين؟ لا ابدا. ايران اولا تتفهم وضع العراق، يعني شوف إيران لم تتكلم شيئا عن العراق، رغم أن الهجوم الإسرائيلي جاء من الأجواء العراقية، ولكن يعني هذا أمر على طاولة الشعب العراقي لاتخاذ ما يلزم. ما أريد أن أقول، شوف أولا السيد عراقشي ليس هو صاحب القرار الذي يتخذ قرار السلب والحرب، هناك قائد للقوات المسلحة وهو مرشد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، وهو قال أنه يجب الاجتماع مناقشة الموضوع، عدم استصغار الأمور أو تكبير الأمور أكثر من حجمها، واتخاذ ما يلزم. إذن مجلس الأمن القومي الآن يجب أن يقوم بهذه العملية. من هنا الموضوع، إيران لا تستعجل وإيران لن تتأخر كثيرا، ضمن إطار عقلاني ستقوم باتخاذ ما يلزم. ولكن دعني أجيب على ما سألت السيد علاء فيه. شوف في الآن غزة من 2005 والحد الآن محاصرة، أن نقول أن ما تمتلكه إيران لماذا ليس بيد المقاومة في غزة؟ لأن لا يمكن إيصالها. نعم هناك أشياء وصناعات وصلت، ومن السنة الماضية ولحد الآن المقاومة تحارب بهذه الأسلحة، وهذه الأسلحة يعني استطاعت أن تنجز. لحد الآن إسرائيل لم تحسم في غزة، رغم كل الدمار، رغم كل الإجرام، رغم كل القتل الذي قامت به. هذا يعكس أن المقاومة في غزة رغم الحصار ورغم كل الظروف القاسية إلا أنها لا زالت صامدة. يوم أمس كان في جباليا هجوم على القوات الإسرائيلية، قتل 4 ومنهم ضابط كبير وجرح العشرات. يعني دعنا نضع الأمور في إطارها. أن تكون مقاومة في غزة ولحد الآن، وهذا كان بالمناسبة في جباليا شمال غزة الآن يعني في ظرف عجيب غريب. إسرائيل لا تسمح لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالماء إلى آخره، ورغم ذلك هناك مقاومة. نحن أمام واقعا أسطورة مقاومة في غزة. طيب نعم إيران لا تستطيع أن توصل كل شيء، ما لا يعني أرجوك لا أنا ولا أنت نقدر نتحدث، هذا واقع.
يعني نقدر نتحدث عن معاناة غزة وعن معاناة جنوب لبنان. أرجوك يعني أنا دائما أستمع أنه أكو أسطورة مقاومة، أكو شعب يقاوم، بس أنا ما عايش بهذا البل، يعني ما عايش بغزة، أنا ما 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 جوعان خبز ولا عطشان. فهذا الكلام المستريح اللي نتحدث به أشوف يعني إحنا مو أبناء الواقع، أطفال غزة يموتون يا دكتور حسين. نحكي بشكل مستريح أشوفها مو إنساني. دعني هذا الموضوع. هذا الكلام سليم جدا جدا، وأنا معك وأنا متأثر بهذه المشاهد غير الإنسانية في غزة، ولكن هل قبل 7 أكتوبر كان الوضع يعني إنساني في غزة؟ يوميا كان هناك 100 شخص يموت من هذا الوضع، عدم وجود الدواء. أكيد أفضل من هذا الوضع. يوميا كان الأطفال يموتون بسبب عدم وجود الحليب. أكيد غزة قبل 7 أكتوبر أفضل من هذا الوضع. ولكن كان هناك إجرام مستمر. طيب دكتور علاء ماذا تقول أنت؟ ولكن الشعب بس الفلسطيني، بس خلي أشوفك دكتور علاء، يعني أنا أتحدث أنه جاي أشوف أكو إجرام، أكو إبادة، أنه نتحدث خلي الشعب يقاوم غزة ولبنان، لازم يقاومون لمنو؟ شنو يا سيدي؟ دا يموتون كل يوم. لا، المسألة ليست أنه يقاوم، إحنا ما واحد اليوم يعني يدعو إلى الموت ولا إلى القتل. علينا أن نكون أكثر عقلانيين في هذه القضية. الآن يعني الفلسطينيون المتواجدون في غزة يريدون وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل ما ترضى. إسرائيل قررت على أن تمحو غزة، وبالتالي هؤلاء يعني أصبحوا في وضع صعب. يعني عندهم 2.5 مليون إنسان في هذه المنطقة، وهم مصرين الآن على أنه يقتلون كل الموجودين. وهذه إشكالية حقيقة العالم، الصمت العالمي، وكذلك يعني حقيقة الصمت العربي اتجاه مثل هذه الجريمة. هذا الشيء المحير. بس أنا وياك يا أستاذ عدنان، إحنا اليوم نتفق على 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 نقطة مهمة جدا في نقاشنا وحوارنا. هو أنه إسرائيل دولة محتلة معتدية، والفلسطينيون يقعون تحت الاحتلال. تتفق ويا لو ما تتفق وياي؟ بالتأكيد تتفق مع بعض على هاي القضية. هذا الشيء لا يشكل عليه أبدا. طيب. هاي من البديهيات. إحنا نتحدث عن الناس اللي جاي تموت الآن. شنو المغزى؟ شنو النتيجة من موتهم؟ أما تتحدث لي أنه إسرائيل دولة محتلة، إسرائيل دولة تم اختلاقها، أقول لك هذا درسناه وعشنا عليه. لا يعني إحنا الآن متفقين على نقطة مهمة، لكن خلينا ننتقل إلى محور آخر في النقاش حتى يكون بشكل واضح. أنت عندما تقول لي أنه هاي دولة محتلة، ماذا يفعل المحتلين؟ المحتلون شنو اللي يفعلون؟ ذول ناس محتليهم، طيب. شو يسوون؟ زين، طيب، هم ذولا دفعوا الى هذه الى عمليه طوفان الاقصى بالمناسبه. طيب خلينا نكون واقعيين. الاحتلال استاذ عدنان، الاحتلال فعل، نعم، والمقاومه رد فعل. شكرا جزيلا دكتور على اسف جدا ما عندي وقت اكثر، اسف جدا لا يمكن نجرم رد الفعل بالفعل. شكرا جزيلا دكتور على الخطيب رئيس تحرير صحيفه المستقل من لندن، وشكرا دكتور حسين ريوروان استاذ العلوم السياسيه في جامعه طهران من طهران، وشكرا للاستاذ عباس العرداوي اللي غادرنا، الباحث في الشان السياسي من بغداد. شكرا لكم مشاهدينا، ونلتقي يوم القيامه.